يلا إيمان. أيمن أنت شو عم تساوي عندك؟ سمعت إنه رح يجمع علينا. ترك هالشغلة لأصحابها. أنت روح اقعد ببيتك يلا. وليش بقى؟ بدي أتركهم لحالهم؟ يعني بدك خلي طارق لحاله؟ أنا قلت له بس ما رد علي. وأنت شو هاد؟ ليش حاملة بارودة؟ ما فيني أتركه لأخي. ابني هو الهدف من هالمعركة. روح لشوف رجعي لورا. بكفيني هم واحد. خلص حاضر. ليكو جايين البيت؟ يلا لا يلا بسرعة يا جماعة. أنا أشوف هذا هون. يلا بسرعة. يلا يا شباب خلصني. قوم بسرعة. لك إيه؟ اسمعوا يا رجال انتبهوا منيح. ما بتقوصوا حدا. ما من أوص إلا إذا كنا مضطرين. ليكن عم يقربوا. ديروا بالكم. لحدا يقوز. لحدا يرفع راسه. لازم نضرب نار يا طارق. كمال آغا هلأ مو عيان على حارب. إذا واجهناهم رح نقتلهم كلهم. مانك شايف قديش عددنا؟ أكتر منهم. يا ربي شبه أخي ما نعم يقوز. هون وين رايح؟ هلا بيقتلوك. اسمعني عمي، انا مالي مذنب بشي لحتى ضل متخبي. مثل ما بدك. كمال اغا، نحن اصدقاء لكم ومالنا اعداء. كمال آغا، أهالي ضيعتنا ما رح يقوصوا رجالك. أنا بترجاك تسمعني. أنا كتير آسف على اللي حصل، بس الشي اللي لازم تعرفه إنه نحن ما قلنا أي ذنب بالشي اللي صار، وما كان في عنا أي علم بوجودكن. يا آغا، التنظيم نصب لنا كمين. انتوا ورجال ضيعتكن قوصتونا وقتلتوا مرتي. من هلا ورايح صار في بيناتنا تار ودم يا دكتور. كمال آغا هلا ما نقدران يفكر. ادعوا معي الله يستر. ما رح خلي دم انا مرتي يروح هدر. عم تسمعني؟ ولي على قامتي.
أنت أول مين استقبلني لما أجيت يا آغا، ومواقفك معي ما بنساهن يا آغا. هنن عم يحاولوا يفرقوا بيناتنا، نحن ما لازم نسمح لهم بهذا الشيء، وإذا مصر تاخد بتارك. تحسن قتلني فورا خود تارك، أوصني هلأ يا آغا. قتلني إذا كان هذا الشيء رح يرجع لك مرتك عايشة أو يعزيك فيها. خلاص خالتي ارجعي، خليكن هون. طارق خالتي استنى يا آغا. أنت رجال بتخاف الله يا آغا، وما رح تقدر تقتلني. روح وما فيك تكون مثلهم يا آغا. أنت مانك واعي للشي اللي عم تساويه. شو اللي عم تساوي أنت؟ امشوا يا رجال. استنى شوي كمال آغا، كمال آغا. أنا ما عاد بدي أشوف وشك. يلي عذبوك وقتلوا لك مرتك سووا نفس الشي بفرات ومسلم آغا، وهذا بيعني إنه عدونا واحد ومنتغلب عليه إذا تعاوننا. كمال آغا،